دلوقتي اتخيل انه مش بس بفرنسا في سياسه دوليه كانه اجماع على انه الغاء الطبقه الوسطى، يعني بيبقى في فقير فقير وبيبقى في غني غني، انما اللي في النص انتهى. في النص انتهى. هلا اللي بده يعيش بيعيش من مدخوله، طبعا اكيد الخدمات المقدمه بفرنسا والطبابه، التعليم للاولاد والخدمات الاخرى والصحه والتعليم والنقل، طبعا في خدمات يعني ما فينا ابدا ما نقول انه من خدمات ممتازه، خدمات ممتازة، ولكن أيضا صحيح بتدفع بالمقابل بس أقله، أنه للأسف ببلداننا العربية كنا ندفع ما نوصل للخدمات وما في شيء مأمن. اليوم الخدمات مؤمنة رغم أنه عم ندفع عليها، ولكن فينا نقول أنه في طبقات ما بتقدر يعني تجمع مصاري يكون عندها مدخرات إذا بدك آخر الشهر أو آخر السنة أو لوقت طويل، ولكن تبقى قادرة أنه تعيش بمدخولها بمستوى اجتماعي معين. المشكلة التانية واضحة، النهاردة شفت تقرير في حديقة من الحدائق اللي هي معمول فيها الخيم بتاعت المهجرين، بيتعاملوا مع هذا الأمر إزاي؟ يعني عدد كبير من الهجرة اللي بتوصل فرنسا كبير جدا. هيدا الموضوع أستاذ عمرو مش بس بفرنسا، اليوم الاتحاد الأوروبي كله يعاني من أزمة الهجرة، مثل ما أيضا في دول العالم كله عم بتعاني من موضوع الهجرة، ولكن تحديدا الاتحاد الأوروبي، فرنسا، بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي، هناك أيضا إسبانيا، هناك إيطاليا، هناك دول أخرى. اليوم القمة اللي انعقدت بإسبانيا بغرناطة الإسبانية للحديث عن موضوع الهجرة وقضايا أخرى، ولكن موضوع الهجرة اتخذ الحيز الأكبر بهيدي القضية. اليوم في اتفاق جديد على موضوع الهجرة لمواجهة هذه الأزمة. اليوم المجتمعات الأوروبية لم تعد قادرة نتيجة اللي تفضلت وحكيت عنه، الأزمة الاقتصادية ونتيجة أيضا يعني الضغوط التي تتعرض لها هذه الحكومات، وبالتالي أيضا هناك عناوين أخرى منا أنه دخول ناس مهاجرين ممكن يسببوا خلل أمني، ممكن يسببوا مشاكل اقتصادية أكبر، ممكن يشكلوا عبء على الدولة. اليوم تم الاتفاق على إطار جديد في غرناطة الإسبانية بموضوع الهجرة تحديدا. هناك أيضا سياسة يمكن القول بأنها أكثر تشددا بموضوع الهجرة لناحية إيطاليا، كانت متحفظة بالأول، أعادت اليوم الموافقة على هذا الاتفاق، لكنه لليوم بعد اتفاق وبده يروح على التصويت بانتظار أي دول أوروبية حتوافق، أي دول حتمتنع عن التصويت، وأي دول حترفض. اليوم التشديد سريعا بعض النقاط، حجز المهاجرين حوالي 40 أسبوع على الحدود بدون السماح لهم بالدخول، النظر بشكل أسرع بملفات اللجوء. أيضا فيما يتعلق بالمراكب التي تحمل، إيطاليا طالبت بأنه المركب الذي يحمل علم دولة معينة على متن مهاجرين يجب إعادة هؤلاء المهاجرين إلى الدولة صاحبة العلم أو صاحبة المركب يعني عليها. أيضا كان في اتفاق مثل ما بنعرف مع تونس، واليوم الأهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يطالب بتوسيع هامش الاستفتاء في فرنسا في قضايا أساسية، منا قضية الحق باللجوء، منا قضية طبعا حقوق أخرى، ولكن من بين هذه المطالب اليوم لتوسيع الاستفتاء من قبل الرئيس الفرنسي هو للتمرير موضوع قانون الهجرة. قانون الهجرة سيدخل كما ذكرنا قبل عن موضوع البأ، كيف ممكن تستخدمه المعارضة الفرنسية طبعا. سيدخل طبعا ضمن النقاشات السياسية، من مع ومن ضد، اليمين سيتشدد أكثر، اليسار سيكون له كلمة، الرئيس ماكرون والحكومة وحسابات الرئاسية والانتخابية وإلى ما هنالك ستخضع أيضا لذلك. بشكرك شكرا جزيلا شيرين ناصر، شكرا لك ووجودك ومعلوماتك القيمة، شكرا لك. شكرا شكرا.